طبعا نريد نشوف مراسلين الاباء هل راح يكونون مع هذه الدراسه او ضدها. نعم اكيد هسه راح يكون ويانا كرار العساف وايضا حسين وعمار، طبعا كلهم راح نعم خالد وكرار وعمار، طبعا بنخربط لانه اكو احد مراسلين ما قدر يكون موجود ويانا. راح نتوجه ايضا اول شيء للمتزوجين، بعدين نروح على كرار العساف لانه هو سنجل بعده يعني ما يعرف النت. برايك من نبلش، من عمار او خالد؟ راح نبلش من خالد. يلا خالد. يسعد صباحكم شباب جميعا، اهلا بكم نورتونا بصباح دجلة. يسعد صباحك خالد وكرار وعمار. يسعد صباحكم. طبعا خالد احنا راح نبلش من عندك. صباح الخير على كل المتابعين. اهلا بك يا خالد نورتنا. خالد راح نبلش من عندك ونسالك شنو رايك بهذه الدراسة، وهل تشوفها صح فعلا هذه الدراسة؟ صراحة صدمتونا من الصبح بهاي الدراسة، انه لازم الاب او اذا يكون جميل لازم الابن يكون غني. ما اعرف انه ممكن انه يكون هذا يعتمد على شطارة الاب بتربية ابنه، يعتمد على شطارة الاب بانه يرسم مستقبل الابنة. ما راح اتوقع انه راح يكون اكو فد علاقة ما بين الجمال وما بين جمال الشخص وابنه يعني من ناحيه الماده، الا اذا كان الاب انه هو يعني على سبيل المثال حاليا احنا انا واحد من الناس اب، فافكر انه باطفالي انه كيف منه ممكن انه ارسم لهم مستقبل بحيث انه يكونون مرتاحين ماديا بعد ما يكبرون. ممكن انه يكون هذا التفكير مالتنا، بس كموضوع انه الاب يكون جميل الابن يكون غني صراحه انا استبعد هذا الشيء. نعم. خالد يعني حابة أعرف من عندك يعني أنت شنو تتوقع لأطفالك يكونون أثرياء، حتى نعرف أنت شلون تشوف نفسك وسيم؟ لا أنا صراحة أنا عندي أولادي الحمد لله إنه هم دائما ما هم صح إنه يحبون الفلوس يحبون المادة، لكن نحن علمناهم على طريقة اللي هي كلش حلوة إن هم كيف إنه يستثمرون هاي أموال. يعني مثلا انه اذا كان مصرف اليومي مثلا 5000 دينار كيف انه هو يصرف 1000 او 2000 وبقيه المبلغ انه هو يجمعها. حلو. يمكن هذا الشيء انه راح يخليه مستقبلا انه يفكر بعقله. صحيح. راح يخليه انه يكون يستثمر هاي الاموال. صحيح. بس ارجع واقول لك اقول لك يا بنات انه علاقه الماده مع جمال الاب يعني انا استبعدها استبعاد كامل. نعم طبعا خالد الله يحفظ لك اطفالك. وخلينا نروح الى عمار، طبعا عمار هو همينا اب، وخلينا نشوف شنو رايه بهذه الدراسه. يسعد صباحك عمار. يسعد صباحك عمار. صباح الخير والعافيه عليكم يا شاهي ويا كريستينا. بدايه يعني انتم منين تجيبون هاي السوالف؟ يعني دراسه جديده نزلت عمار، مو احنا مو احنا اللي جبناها. خليني ابدي بالدراسه من عندكم انتم. انا اتوقع يعني ليش تدورون على هيك دراسات؟ المهم خلي اذا نقول الدراسه انا اتوقع يعني بنتي تكون كلش سريعه عادي يعني صحيحه. لا انا بالنسبه لي راح ابدي بكم زميلاتي، انا اتوقع اطفالكم يعني فوق التلياردير. شكرا لك عمار. شكرا. تسلم. هاي حسب الدراسه اذا جبناها على نسبه الجمال. أو شكرا لكم. هاي حسب الدراسه. لا احنا الواقع احنا بالعراق احنا الدراسات كلها تختلف. صحيح. كلها تفندت بالعراق. ليش؟ لان انا عندي والد صديقي متوفي الله يرحمه، كان عيونه زرق وابيض وشعره اشقر، يعني الماني الماني، انجليزي انجليزي، اثنيناتهم ارهام، لكن ابنه وضعيته حطب يعني مو شرق، فبالتالي بالعراق كل شيء يتفند. نعم فعلا. ممكن ما نعرف يعني كل شيء نسبي. الوجوه انا داخل جامعه المستقبل، الوجوه اللي موجوده المفروض اطفالهم كلهم تلياردييريه، لان كلهم حلوين الشباب. مو صح؟ فبالتالي انا هاي الدراسه اعتقد يعني شويه بيها. غير مقتنعين بيها. خلينا نشوف. طيب. نعم طبعا عمار احنا راح نروح لكرار، وبما انه كرار خلينا نعم بما انه كرار يعني هو ما متزوج وما عنده اطفال، شنو حابين تقولوا له انت وخالد؟ راح نبدي اول شيء نبلش بيك، شنو حاب تقول له؟ وبعدين اكيد راح نرجع ويا خالد ايضا.
والله انا بعيلي هنا نصيحتين، واحده نقدر نسولف بها على الهواء المباشره على قناه دجله وكل يعني المستمعين او كل المشاهدين يسمعوها، وواحده لا يعني لازم هي بمسج خاص بينه وبين كرار. العلنيه نقدر نقول لك بس احنا عمار نريد نعرف كل شيء، احنا يعني خاصه هسه صار عندنا فضول ورا ما قلت انه هذه ما اقدر اشاركها يعني. مشكلة دا احس راح يقول لي، دا احس راح يقول لي لا تتزوج، دا احس راح يقول لي لا تتزوج اصلا. كرار يسعد صباحك، شو تقول؟ انا وكرار بيناتنا شفره، من احكي بهاللغه هاي يفهم شنو هو يفتهمك. تمام حلو. كرار يسعد صباحك. ويسعد صباح كل من يشاهد قناه دجله خلال هذه الدقائق. طبعا نعتذر يعني يوم امس وقبل امس الجمعه والسبت كان التسجيل مو مفتوح، اليوم يعني حوالي الساعة 8:05 تحديدا انفتح باب التسجيل يعني للتقديم على شركات أبنائي المستقبليين. ومن ضمن الاتصالات اللي اجتني بصراحة يعني من بعض المراسلين في قناة دجلة الفضائية، يعني على رأسهم عمار، خالد، حسين، راسم، حسن مظلوم، يعني خصوصا الراسم يعني. نعم. قام يسجل حتى بناته وولده وكلهم يعني. كرار يعني انت مآمن بالدراسه ومعتبرها يعني صحيحه يعني. خلاص يعني شو يسوي، هي دراسات وصارت حقيقه. هاي الدراسه ان صحت فالخير واهله وشوفت عينكم. ما صحت ان شاء الله تصح غير دراسه. ان شاء الله. صحيح. صحيح. طيب خالد انت حابب تقول شيء لكرار لو لا؟ بالنسبه يعني رح نرجع لك كرار، بس خلينا نسمع راي خالد يعني. يا بنات. نعم يا بنات، اكيد اقول الكرار صباح الخير، مشتاقي لك. نصيحه من عندي الكرار انه يتزوج، لان كرار بحاجه الى الزواج حسب ما انا اعرفه. مشكله راي خالد، خليه يتزوج وخليه يستقر. كافي يوميا مسافر. هسه انا راح اقول لك راي خالد. خالد يقول انا بس انا اتوقع انا انصح انه يتزوج، لانه هو اعتقد محتاج يعني صار وقت انه يتزوج. ممكن تكون مقنعه يعني، انت مقتنعه بهذا كلامه؟ والله انا ما اعرف يعني، انت اصدقاء يعني. هو يعرفك اكثر من عندي بصراحه كرار. طبعا كرار اني برايي انه هي يعني ماكو عمر معين حتى الواحد يتزوج بيه، اهم شيء هو يكون مقتنع ومرتاح. هو كيف نريد زفه، نريد حفله كريستينا يعني، انت يعني استهدي بالله. والاساس اكيد. نعم كرار يعني ماكو مشروع زواج قريب لو شلون الوضع؟ ارتباط بين الشخصين، فان شاء الله قريبا وقريبا جدا راح يكون هذا المشروع قائم وبحضوركم اكيد، وراح نفرح كلنا سويا ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا هذا يعني هسه من على المباشر، ف شيء حلو انه الانسان يرتبط بصراحه يستقر، بس بسبب يعني عملنا اضافه الى سفري بفتره سابقه يعني الحركه والتجوال وغيرها من المسببات انه تاخر مشروع الارتباط، لكن ما راح يتاخر هو. الف يعني مبروك كرار على الزواج سلفا، والف مبروك على الشركات اللي راح يفتتحوها اطفالك بالمستقبل سلفا. نعم طبعا للوظائف اللي راح يحصلوها ابناء المراسلين. خالد. طيب خالد انت شنو رايك يعني، راح تبارك له بما انه انت كنت مشجع له انه هو يتزوج؟ اكيد اني راح ابارك له وراح افرح له وراح احضر بعرسه، بس يا بنات المشكله انه كرار يعني دائما ما تكون عنده مشاريع زواج قريبه وبعدين ياجلها سنوات، فنخاف انه هذا المشروع هم واحد من المشاريع اللي دائما ما يطرحها علينا خلف الكواليس وبعدين انه يلغيها، ينساها. فان شاء الله يكون هذا المشروع واقعي، واقول للكرار انه ان شاء الله يكون هذا المشروع واقعي. عمار انت شو رايك يعني، صحيح هو يقول راح اتزوج قريبا وبعدين ياخرها؟ عمار ما يحتاج احكي داشر. عمار شكله الخطيه مو زين، فيلا نرجع يم كرار. ترى شو رايك بحكي خالد؟ هاي الاعذار اللي ذكرتها كرار. نعم طيب خالد يعني انت برايك انه اطفال كرار راح يطلعون وسيمين يعني، وراح يطلعون اغنياء ايضا لانه كرار هو وسيم،
فهو ده يقول انه اطفالي راح يكون عندهم شركات، انت شنو رايك؟ هذه الدراسه ممكن تطبق عليه؟ نعم. وخالد ايضا قال انه اطفال يعني اولاد المراسلين راح يكونون موظفين يم اطفالي. انا ما احب اسوي مشاكل بس حبيت اودي الرساله يعني. عزيزتي ما يحتاج تاخذين رايي لانه شوفت عينك يعني. وسيم لكن هذا الشيء هم يعتمد على 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 البنت اللي راح يرتبط بها. لا معتمد بس على الاب، الدراسه معتمد على الاب. بس قرار ذوقه يعني حلو اكيد راح يختار بنت تكون حلوه. قرار راح ما يكونوا بالمستوى. الدراسه معتمده على الاب. نعم خالد الدراسه معتمده على. ما اعرف انا اقدر احكي لو لا. اكيد تفضل قرار. الدراسه صح معتمده على الدراسه صح معتمده على الاب يا بنات بس اكيد يكون للمراه يعني ايضا دور. فانا بما انه متزوج فانا يعني دائما مع المراه اقول انه جمال الاطفال مع جمال المراه. اما اذا اعتمدت الدراسه على انه جمال الاطفال من جمال الاب تحديدا فعلى الدنيا السلام. وهي كرار شنو حاب تجاوب خالد؟ يعني بصراحه هو الهاجس الوحيد هو الخشن. اذا طلعوا من هذا الهاجس فاحنا مشكله كرار اكو تجميل بالسليم. مو مشكلة إذا أكو فلوس مو مشكلة الخشم يكون كبير عادي. بالنسبة للمشاريع اللي تتأجل فيعني للأسف الظاهر أنه أنا الأشخاص اللي أمشي وياهم وأخذ آرائهم وبنفس الوقت يعني أقتدي بيهم يمكن هم المشكلة لأنه ما أعرف أخذت رأي خالد مشيت ويا خالد مشيت ويا عمار مشيت ويا حسين حاولت أنه يعني ما أجل عمل اليوم إلى الغد لكن الظاهر المشكلة مو بي يعني صراحة. هسه أنا هاي الأيام شوية مبتعد يعني ما جاي أروح للحلة ما جاي أوصل إدهوك ما جاي يعني أتقدم للسماوة فبالتالي صار لا أنه هذا المشروع يجوز قمت أفكر فيه بجدية تقربت أكثر. فما أعرف يعني أنا رسالة لأصدقائهم أقاربهم أخوانهم أحبابهم شوية ابتعدوا عنهم راح تشوفون حياتكم حلوة والأبناء هيك. نعم طبعا كرار انت راح تبقى ويانا اكيد. احنا حابين نشكر خالد على هذه المداخلة طبعا واكيد زميلنا ايضا عمار طائي شكرا لهم.